أنا بغيت أنا بغيت محسنين يعاونوني الله يرحم لي من الوالدين. أنا ما عديش والو دابا العميل. شنو المشكل عندك أنت في رجلك؟ أنت كلشي شنو واقع؟ صحينا شنو فيها المشكل؟ ما صحينا صحينا سكر عندي كلشي صافي. درت لها عملية الأولى ما سقطتش ليا، راه باقي دابا خانزة كيما هكا. والعميل دابا ما تقدش تمشى عليها لا والو، ما نقدرش نتمشى عليها. ودابا العميل مش كيفاش كنت كتصرف على العائلة؟ والو ما عديش حاجة والو. على الحباب كيتعاونوا معايا ياسر. وقبل كي كانت قبل ما كانت عندك صحيحة؟ ولك تخدام شوية كنت لاباس مزيان بخير وعلى خير. دابا العميل صافي صافي مشيت حالي ما تيت واحد لا حتى شي حاجة والو. صحية كل شيء العميل؟ كل شيء ما عندي شي حاجة. غادي 4 دريال ما ندخلهاش. واش حد الوليدات عندك العميل؟ كاين شي عندي أنا والمرأة، عندي ثلاثة جبنيات مزوجين وعندي دري تو مزوج وعازل عليا بوحدو. أنا والمرأة صافي الغالب الله. ودابا كتعطيك شي صداع درجه؟ تعطيني صداع بزاف 100%. راه ما كنعش يا وليدي والله ما كنعس لا تمارا ليل ونهار. انا بغيت الناس المحسنين يشوفوا من حالي ويشوفوا من حال ذاك. راه الغالب الله. وكاين شي رميد العميم ولا؟ لا والو ما عندي لا رميد لا يديك لا يخليك ولا حاجه ما عندي. شنو بغيت تقول للمحسنين اللي كانوا كيشوفوا؟ الله يخلف عليهم اللي عاوني، الله يخلف عليه ويرحم ليه الوالدين والوليدات ديالو، الله يغطس عظامه في الجنه اللي عاوني. لا حول ولا قوه. سبيل الله هادشي راه في سبيل الله ماشي في سبيل شي حاجه. ودابا العميم الا بغاو يعاونك شنو قالوا لك؟ خاصها تقطع ولا شنو؟ وانا باش نشوف الطبيب اما غادي يقطعها ولا غادي يكرطها. ولا تقطعات العميم غتصلى شويه ولا؟ واش غادي ندير؟ غادي نقطع نقدر نقطعها صافي. غادي محنتني بزاف وليدي محنتني بزاف 100%. ايوا اش غادي ندير؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. واللي عاوني الله يجازيه بخير والله يعاونه والله يحفظه والله يستر عليه. والله شاف من حالي راه ربي يشوف من حاله. السلام عليكم. انا اليوم جيت عند بوشعيب ولد دوارنا ولد جيراننا وخونا وصديقنا من بكري ماشي عير دابا. واليوم ملي جيت وجيت عير نشوفه وجيت لقيته في هذه الحاله ولقيته مسكين كيبكي، لا من يعطيه لا من يمد ليه لا حتى شي حاجه والو. المغلوب مسكين حيد العمليه الاولى دارها مسكين ما لقاش والو، يعني صداعي كياكل فيه الرجل كتاكل فيه. دابا انا كنوجه نداء للجمعيات ومنهم جمعيه نهضه الزناته اليزيد ابو صابون. انا يا كندق الباب ديالو ما عمرو ردني وكندق البيبان ديال الجمعيات الاخرين تما خاصهم معمرهم يعني يجيو ويشوفوا هاد الحاله ويتعاونوا مع هاد السيد ويديروا اليد في اليد. يعني راه ما فينا والو. هاد السيد راه كان راه كلشي كتعرفوا، راه كان بصحته، راه كانت صحته كالعود. ويني راه الانسان بنادم ديما اللي في الدنيا ديما يطلب الستره، اللي في الدنيا يطلب الستره. تا هو راه كان بصحيحته وكان بكلشي. راه بنادم خاصنا نديروا الخير حيت حنا مع بعضياتنا خاصنا نديروا الخير. ماشي بنادم هو واخا الرميد، يعني الرميد ما عنده ما يدير ليه. غادي يشد الراندي فوق وغادي يشد ما عندوش، هو غادي يشد الراندي فوق الراندي فوق كيلوحوا. يعني ما عندوش مسكين والو والو والو، ما عندوش شي باب اللي غادي يدقه. واليوم جا لعندي وصيفط لي الناس وجيت نشوفه ولقيته في هذه الحاله. بكيت وضريت في قلبي. يعني هاد السيد نتعاونوا معاه كاملين والمحسنين اللي كيشوفوني وفي قلبهم الرحمه يتعاونوا مع هاد السيد. الله يرحم لكم الوالدين. وانا غادي ندق الابواب ديال الناس اللي فيهم الرحمه وفيهم. انا ما هضرت معاكم تراني عارفه فيكم الرحمه وفيكم خلى واحد الرجوله وكنديروا اليد مع اليد. نتعاونوا مع بوشعيب. بوشعيب ما كاينش اللي ما كيعرفوش. بوشعيب خونا وولدنا وولد دوارنا. ماشي صافي عتحول من حدانا صافي ما نعقلوش عليه ولا ما نشوفوش فيه ولا لا، نشوفوا على وجه الله. حيت حنا غدا ولا بتغدا نقدر يطرى لي انا هنايا، يطرى لولدي، يطرى لواحد اخر بزاف الحوايج. حنا في الدنيا ديما نطلبوا الستره. والسلام عليكم والله يرحم لكم الوالدين والجمعيه. ينوضوا يتقعدوا ونوضوا يتحركوا ويحيدوا من قال ما قال ويحيدوا من داك الشيء اللي ما لي حتى شي جريه. يقلبوا على الحسنات، يقلبوا على بحال ما هكا، يحيدوا قال ما قال، هذا دار هذا فعل هذا ترك. واش يقلب على الاجر؟ واش يقلب على الحسنه ديالك؟ هذا راك كتعرفيه ماشي ما كتعرفوش. وهو الصحه صبعت الله كريم. راه هكا بنادم خاصو يدير ويعاقد قال ما قال ويحيدوا ينوضوا يخدموا ينوضوا الجمعيات يتحركوا وينوضوا يخدموا ويقلبوا على بحال هاد الناس ويتعاونوا معاهم. ماشي بقات في الكتمه يكتب فلان دار فلان فعل فلان دارت فلان فعل. وتعالى والوجه الاخر ولا الوجه اللي ما كاينش ولا ولد البلاد ولا ولد هذا يقول ولد القبيله. وتعالى ولد القبيله تعالى قلب على بحال هذا. هذا راه ولد القبيله
هذا راه ولد القبيله ولد الزناته حقيقي. وتعالى تتا ولد القبيله وتعالى قلب عليه بحال هذا وجي دير الاجر. والسلام عليكم، وكنطلب من المحسنين الله يرحم لكم الوالدين الى ما جيو تعاونوا معاهم شي.